حلم بالنسبه لي وبالنسبه لاي منشئ في الدنيا، بس انا ما يئستش. قدمت مره واثنين وثلاثه واربعه، ولو وصلت للخمسه والسته والسبعه والعشره كنت هروح. بدات في سن 8 سنين في المرحله الابتدائيه على ايد اخويا الاكبر مني الاستاذ بهاء الدين نادي. كنت بدخل مسابقات في المراحل دي، وكنت الحمد لله رب العالمين بطلع مركز اول على طول. مرحله الجامعه بقى، لما دخلت مرحله الجامعه دخلت مسابقه ابداع تبع وزاره الشباب والرياضه، وربنا وفقني فيها الحمد لله رب العالمين، والناس عرفتني من المسابقه دي. بدات طبعا انشر فيديوهاتي كتير، كونت فرقه انشاد ديني انا واخويا بهاء. بدانا نعمل حفلات في الجامعات، في المحافظات المختلفه، في المساجد، في الحضانات، في المدارس، لان الانشاد الديني عندنا رساله عاوزين نوصلها للناس كلها. كوننا فرقة إنشاد ديني مكونة من 10 منشدين. دلوقتي الفرقة يعني وصلنا ل 15-16 منشد الحمد لله رب العالمين. الله أعلم، أنا عمري ما اعترضت على أي حاجة، كنت بأدي كويس الحمد لله رب العالمين، ولكن ما فيش نصيب أن أنا أروح المرة الأولى والتانية والتالتة. يمكن دي حكمة ربنا. المرة الأخيرة اللي قدمت فيها كان عندي 28 سنة السنة اللي فاتت. أنا قلت الكلام ده كتير وهقوله، دي مفارقة عجيبة بصراحة. قلت خلاص دي آخر سنة ليا، لأن المسابقة التقديم ليها من سن 20 سنة ل 28 سنة، ده آخرها خلاص. السنة اللي فاتت قلت مش هقدم تاني، فجت السنة دي المسابقة خلوها من سن 20 سنة ل 35 سنة، وأنا السنة دي عندي 29 سنة. فربنا كاتب إن أنا أقدم فيها السنة دي، وقدمت وربنا وفقني واختاروني ان انا امثل جمهورية مصر العربية السنة دي. لا هي مراتي دي بنت اصول، اقسم بالله بنت اصول، ربنا يا رب يبارك لي فيها. انا هي اول ما عرفت فرحت جدا جدا جدا، قلت لها ممكن نأجل؟ قالت لي طبعا نأجل. مامتها طبعا قلت لها، قالت لي طبعا نأجل، ده مستقبلك وحياتك ربنا يوفقك، لو عاوز تأجل سنة نأجل سنة، مع انهم جاهزين وكتبنا كتابنا وكل حاجة، وكنا محددين موعد فرحنا. انا لما قلت لهم كده قالوا لي نأجل، ده مستقبلك وحلمك روح. لا مش احباط خالص، يعني انا رحت قدمت 5 مرات وقبلت في السنه دي، ده ادتني حافز كبير جدا 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 ان انا اروح اكسب المسابقه.